السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقاءنا في الفيديو رقم 295 في قناة علم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء الرابع من حديثنا عن اختبارات التحميل للخوازيق، ونعتبر في الجزء الثالث من اختبار التحميل الجانبي للخوازيق Bilateral Load Test Part. كنا في الفيديو السابق وصلنا ان احنا خلاص هنعمل جهزنا للتجربة بحيث ان احنا نبدأ اختبار التحميل. لو رحنا للمواصفات القياسية دي 399 Standard Test Method for Lateral Load Test، انه في Test Procedures انه طريقة اجراء الاختبار، ان في اكتر من طريقة بالنسبة لاجراء الاختبار. ولو رحت للي هي 8.12 بروسيدور A او الستاندرد ميثود، وهي الطريقة الستاندرد او القياسية اللي هي غالبا هتكون مستخدمة. فالطرق التانية غالبا لو في يعني متطلبات معينة بتعمل اجراء بيتم اجراءها بناء عليها يعني. فاحنا غالبا هنعتمر بالستاندرد لودينج، وهنا unless failure occurs first apply and remove total test load equal to 200% of the proposed lateral load design of the bile or bile group. فما لم يتم انهيار الخازوق تحت الحمل الجانبي، فان انت بتحمله ويعني ترفع التحميل وتنزل التحميل من 200% او 200% من الحمل التصميمي اللي موجود عندنا. فاحنا مثلا عندنا الحمل التصميمي 25 طن او 250 كيلو نيوتن، فاحنا هنوصل بالحمل لغاية 500 كيلو نيوتن وهنبدأ ننزل للصفر. فزي ما انت شايف هنا اللودينج سكيدول، هنا بيرسنت اوف لود ديزاين، هنا زي ما انت شايف من صفر 25% 50% 75 100% لغاية ما توصل ل 200%. وصلت ال 200% ده خلاص كده يعتبر نهاية التحميل او مرحلة التحميل بتاعتك اقصاها، فهتبدأ بمرحلة الانلودنج. الانلودنج هتبدأ من 150 لغاية 100 لغاية 50 لغاية الصفر. مدة كل وبرضوك مديك مدة كل حمل، فعندك 25% بتحمله مثلا 10 دقايق، الحمل مثلا لو وصلت ل 200% بتحمله لمدة 60 دقيقة يعني تقريبا حوالي ساعة. لو جيت تجمع تقريبا المدد المستخدمة في الاختبار اللي موجود عندنا هنا تقريبا يعني هتوصل حوالي ساعتين ويعني 25 دقيقة كمدة اجمالية بالنسبة للاختبار. ديت صورة من احد المواقع. هنا الماكسيمم تيست لود كان 500 كيلو نيوتن، وقلنا انه تقريبا حمل 100% اللي كان موجود او الديزاين لود اللي كان تقريبا موجود حوالي 250 كيلو نيوتن. فهنا زي ما انت شايف بيكون الورقه موجود فيها التفاصيل، هنا البرسنت اوف لود ديزاين، الابلايد لود قد ايه، البريشر جيج ريدنج قد ايه، والريدنج انترفال قد ايه او البريود بتاعتها. ف نفس الفكره في مرحله اللودينج واصلين لغايه 200%، اللودينج واصلين من 150 لغايه الصفر، ومدي مده كل اختبار طبعا ديت زي الاس دي ام اللي احنا قراناها من شويه. ديت الريفرنس بيم اللي احنا وضحناها في الفيديو اللي فات. في عندك ريفرنس بيم كده او كاميرا حديد وبتحط عليها عدادات قياس الازاحه الافقيه بحيث ان الخازوق نفسه يعني كل ما هتزود كل ما تضغط بالحمل هيبدا يعني انه الخازوق يتحرك شويه، فانت بتقيس مدى الازاحه اللي حصلت ديت تقريبا قد ايه، وهل هي اللوبل او هي مسموح بيها او لا. وطبعا زي ما انت شايف هنا حاطين اثنين بحيث انه يكون الموضوع افريج، يعني بياخد قرايه من هنا وبياخد قرايه من هنا وبياخد المتوسط ما بينهم. ديت يمكن صوره من اثناء اجراء التجربه، يمكن ده كان في مرحله اللودينج، ويكون وصلنا هنا تقريبا مثلا لغايه نهايه مرحله اللودينج تقريبا وصلنا لغايه ال 500 كيلو نيوتن. وزي ما انت شايف حتى في مرحله ال 450 او 475 هنا يعني مثلا لو وصلنا ل 200% من الحمل فتقريبا مدته ساعه او 60 دقيقه، وبتاخد تقريبا حوالي كل 5 دقائق زي ما انت شايف هنا من صفر 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة 20 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة. كذلك مثلا في 475 مدته تقريبا حوالي مثلا 20 دقيقة، فبتقسم على كل 5 دقائق وبتاخد القرايات، يعني تلاقي الاختبارات كل شوية بيقرا الإزاحة الأفقية كل شوية. فزي ما أنت شايف هنا طبعا هنا اللي هو
العدد الاولاني والعدد الثاني، وبياخد المتوسط ما بينهم بحيث انه ده يكون مقدار الازاحه، وزي ما انت شايف مثلا هنا حوالي 5 مللي 6 مللي، وبيقارنها بعد كده بالالواب الموجود. هنا خلصنا مرحله اللودنج، فبنوصل للانلودنج زي ما قلنا من 150% هنا و100% 50% لغايه ما وصل ل 0%، وصل ل 0% تقريبا، يعني اللاترال displacement او lateral movement تقريبا 2.7 مللي مع الحمل الصفر في نهايه التجربه. وبيشوف ده، وزي ما قلنا ان هم بيقارنوا، طبعا بتقارنوا مع احمال المشروع الموجوده عندك او الديزاينز اللي موجوده عندك، او احنا زي ما قلنا احنا اصلا هنا في المرحله ديت احنا في مرحله احنا لسه اصلا في ديزاين، يعني احنا بنتاكد من ان الخوازيق اللي احنا عملناها ديت خوازيق اوليه يعني، فبنشوفها هل هي يعني البرنسبلز بتاع الديزاين اللي موجوده عندنا، الفاكتورز اوف سيفتي او معاملات التربه اللي موجوده، كل ديت احنا بنتاكد اصلا ان هي تمام ولا مش تمام. فكل ده بنتاكد منه من اعتبارات الديزاينز اللي موجوده عندنا او ديزاين كونسيدريشن اللي موجوده عندنا، وبنشوف هل هي كويسه ولا لا. ده كده يمكن القرايات، يعني اظن خلاص بعد ما بيتم القرايات خلاص انت بتبدا تشيل الاعدادات او المعدات اللي انت عملتها بالنسبه للتجربه، وخلاص ده يعتبر كده بنهايه الاختبار. ده كده يعتبر نهايه اختبار التحميل الجانبي. اتمنى يكون واضح فكره عامه من حيث اختبار الضغط الجانبي، من حيث المقدمه النظريه اللي احنا قلناها، واعداد التجربه، والقرايات اللي بتتم اثناء التجربه. ان شاء الله في فيديو جاي بعد كده هنبدا نروح لاختبار الشد، وهنجهز برضو في نفس الفكره، هنقول مقدمه نظريه وازاي بيتم تجهيز التجربه وازاي بيتم القرايات على التجربه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.